مشانتر الأستاذة عيسى منصوري. طبعا الإذاعة المحلية من عينتي مشانتر تواكب يعني الظروف التي تعيشها الجزائر من خلال الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا. ماذا يعني عن الإجراءات المتخذة على مستوى إذاعة عينتي مشانتر؟ تفضل. نعم، وكذلك نعيمة، الإذاعة كمرفق إعلامي ثقيل وهام تواكب إجراءات وتدابير لمواجهة هذا الوباء العالمي كورونا فيروس، لاسيما فيما يتعلق بالتوعية والتحسيس بالتدابير الفردية والجماعية. كما يلاحظ المستمع الكريم، طاقمنا مجتهد و 60% من برامجنا وبرامج الإذاعة مكيفة لإبلاغ الرسائل الضرورية للتحلي بروح المسؤولية في التزام تدابير النظافة والطهر وتجنب كل ما من شأنه تسهيل انتشار العدوى، إضافة لرسائل التطمين وأخذ الأمر بعقلانية دون التهويل الذي قد يصعب التعامل مع هذا الوضع. طبعا نعيمة، الأخبار على رأس كل ساعة تنقل بكل أمانة كل ما يتعلق بالموضوع لسد الباب أمام الأخبار الزائفة والشائعات. طبعا من جانب آخر، كما ذكرتي، الإذاعة هي أيضا تستجيب للإجراءات الوقائية لتعقيم المحطة، والعمال واعون تماما بمسؤولياتهم وواجباتهم في هذا الظرف الحساس، وبالتعاون بين الجميع سنتجاوز إن شاء الله هذه الفترة بنجاح. إن شاء الله.